بسم الله الرحمن الرحيم. ده توتوريال رقم 7 بنتكلم عنه عن Lecture 9. أول حاجة بنتكلم عنها هو التوتوريال ده أصلا بيتكلم عن إيه. بيتكلم عن حاجة اسمها Primary و Secondary Treatment. Primary اللي هو التريتمنت المبدئي، والسكندري ده التريتمنت اللي هو السكندري الثانوي اللي احنا قلناه قبل كده. Primary Treatment ده ببساطة فاكرين Primary Sedimentation Tank، هو ده كنا بنفرض الريتنشن تايم كان بيبقى 2 لـ 4 ساعات، بعد كده بحسب الكاباسيتي كنا بنقول الكيو، هو كده كده كان بيبقى مديك الافريج ووتر كونسامبشن، فبتعرف تحسب الكيو تضربه في الريتنشن تايم مديك الكاباسيتي. بعد كده السيرفيس لودنج ريت كان من 25 لـ 40، السيرفيس لودنج ريت منه تعرف تجيب السيرفيس اريا، ومن السيرفيس اريا الكاباسيتي على السيرفيس اريا يديك الدبس، والدبس كان من 3 لـ 5. وبعد كده تشوفه لو سيركلر او ريكتانجل. لو circular surface area n by 4 5 squared، وكنا بنقسمه ال 5 ان هي ب 35 ونحسب ال n ونرجع نريكالكوليت ال 5. ولو هي rectangle n في l في b، وال b كان من 2 ل 3 دي، وال l كان من 3 ل 5 b، وده اتكلمنا عنه قبل كده لما كنا بنقول ان ال primary sedimentation tank ده اللي هو كان لما بيدخل ميه وفيها particles وكنت بديها وقت retention time معين بحيث ان يحصل لها sedimentation وتنزل لتحت نتيجة ايه؟ وزنها. طب وكان عندنا 2 checks. اول حاجه الفي هوريزونتال كنا بنقول دي كيو ديزاين عن ان باي 5 اوفر 2 في الدبس، او كيو ديزاين عن ان ايه في البي في الدي، وكنا بنقول ان دي اصغر من 0.3 متر ايه بير مينت. نفس الكلام ده بنعيده تاني. عندنا برضو هيدروليك لودنج هو كيو ديزاين على الوير لينس، الوير لينس قلنا كي ان باي 5 او كيو ديزاين على ان في الباي على حسب لو هو ايه ريكتانجل. كنا بنفرض ان الميه بتخرج من اتجاه واحد فبقول ان في البي، او لو ان انا ده سيركلر فكنا بنقول ان هي بتخرج على مدار الايه السيركونفرنس بتاعه او اللي هو الايه الان، عشان كده قلت ان باي ايه 5. وكنا بنقول الرقمين دول من 150 لـ 300، ونفس الحاجات بقى اللي قلناها ايه قبل كده، ان لو الرقم ده اقل ان لو الفاليو اللي انا دي طلعت اقل من 150 يبقى اذا في جزء من الوير هيحتاج يتقفل، ولو اكبر من 300 هحتاج ان انا ازود الوير لينس، ان انا ازود الترايلز اللي هو لما كنت بعمل ازود الوير لينس كده وكده لو ريكتانجل، واعمل له ايه اعمل وير لينس تاني هنا والكلام ده. ده بس ايه بريفريش الدنيا معاك. بعد كده ده اول جزء في المحاضره دي. اذا يعني احنا نعيد تاني كلامنا عن primary treatment، بعد كده بتكلم عن حاجة اسمها secondary treatment. قالك secondary treatment دي عندك حاجتين، حاجة اسمها trickling filter. قالك trickling filter دول في حاجة اسمها standard rate trickling filter وحاجة اسمها high rate trickling filter. أول حاجة الstandard rate ده، بص تخيل معايا السايكل ماشية ازاي. احنا بعد slow down chamber والscreen والgrit removal، بعد كده رحنا رايحين primary settling tank. بعد primary settling tank ده في trickling filter، التريكلينج فلتر ده بعديه في الفاينالي سيتلينج تانك، وبعد كده تكمل اللي هو الكونتاكت تانك اللي هو الالوم سوليوشن وكل الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده. طب ايه وظيفه التريكلينج فلتر ده عامه؟ التريكلينج فلتر ده بيعمل لي ريموفال لحاجه اسمها بي او دي. ايه بي او دي؟ بي او دي اختصار حاجه اسمها بايوكيميكال اوكسجين ديماند. ايه بايوكيميكال اوكسجين ديماند ده؟ ده زي تيست بيتعمل عشان يقيس المواد العضويه اللي موجوده في الميه ونتخلص منها. الموضوع ببساطه ان انا هقول لك ان في خلال البرايمري تريتمنت ده بيحصل ريموفال بنسبه معينه للبايوكيميكال اوكسجين ديماند وليكن 30%. تعرف تحسب بايوكيميكال اوكسجين ديماند ده افتر البرايمري سيدمنتيشن تانك، بعد ما يخلص البرايمري سيدمنتيشن تانك هتعرف تحسبها. لو في 30% هيحصل لهم ريموفال يبقى اذا بعد البرايمري سيدمنتيشن تانك هيتبقى 70%، فاذا دي تعرف تحسب. بعد كده عندي حاجه اسمها توتال اورجانيك لود، دي كميه المواد العضويه بقى اللي موجوده كلها. دي بتساوي كيو ديزاين في الايه في البي او دي افتر البرايمري سيدمنتيشن تانك، ودي بتكون اليونت بتاعتها كيلو جرام بي او دي بير دي. بعد كده عندي حاجه اسمها اللاوبل اورجانيك لود، كميه المواد العضويه اللي مسموح بيها، دي بتكون من 80 ل 300 جرام بي او دي لكل متر كيوب في الايه بير دي. وبعد كده عندي الكاباسيتي، دي التوتال اورجانيك لود على ال، التوتال اورجانيك لود دي كميه المواد العضويه كلها على كميه المواد العضويه المسموح بيها. طب قسمت الاثنين مع بعض جبت الكاباسيتي، الدبس بتاسيوم، وبعد كده نعرف نحسب السيرفيس اريا ان باي اوفر 4 فاي سكوير. بعد كده هتاسيوم الفاي، الفاي هنا بيكون اصغر من او يساوي 40، هنا عملت لها اسامبشن ب 40.
بعد كده عندي حاجتين، ركز معايا، عندي حاجة اسمها overall efficiency وعندي حاجة اسمها combined efficiency. ايه ال overall efficiency دي؟ دي ال efficiency بتاعت ال process دي كلها. ال process دي كلها تخيل معايا ال BOD اللي بيدخل من هنا ده اسمه BOD بتاع ال raw sewage، اللي هي المية اللي جاية لي أصلا فيها كمية BOD معينة. طب وبعد ما بنخلص ال process دي بيخرج من هنا حاجة اسمها BOD effluent، ده ال BOD اللي خارج خالص، اللي خارج بعد ما انا عملت ريموفال لكميه بي او دي منه. عشان اجيب الاوفر اول افشنسي قال لك ايه؟ قال لك خد لي البي او دي بتاع الرو سيوج اللي هو اللي داخل ماينس اللي خارج على اللي داخل، اللي هو البي او دي بتاع الرو سيوج ماينس البي او دي افلونت على ايه؟ على البي او دي بتاع الرو سيوج. والكلام ده بيكون من 80 ل 90%، دي الاوفر اول افشنسي. عندي حاجه ثانيه اسمها كومبايند افشنسي. ايه بقى الكومبايند افشنسي دي؟ قال لك كومبايند افشنسي هي الافشنسي، انا الاول كنت بتكلم عن الافشنسي بتاع كل الجزئيه دي في الاوفر اول افشنسي، قال لك لا الكومبايند بنتكلم عن الافشنسي بتاع الجزئيه دي. طب الجزئيه دي البي او دي اللي داخل هنا، هنا كان البي او دي بتاع ايه؟ بتاع الرو سيوج، لان الميه جايه رو، ميه خام لسه ما نضفتهاش. طب بعد ما الميه راحت على البرايمري سيدلينج تانك او برايمري سيدمنتيشن تانك، البي او دي بتاعها بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه بي او دي افتر برايمري سيدمنتيشن تانك. طب والبي او دي اللي خارج منهم ده كده كده ثابت اسمه بي او دي افلوينت، اللي هو الخارج العضوي اللي خارج خالص. جميل جدا. طب يبقى اذا الكومبايند افشنسي دي اللي هو الجزئيه دي، عشان اجيب الكومبايند افشنسي قيمتها هقول خلاص يبقى ال BOD after primary sedimentation tank minus ال BOD effluent على ال BOD after primary sedimentation tank. دي ال combine اللي داخل minus اللي خارج على اللي داخل. طب ال overall efficiency اللي داخل minus اللي خارج على اللي داخل، اللي هو ال BOD بتاع ال raw minus ال BOD effluent على ال BOD بتاع ال raw. غالبا انا اتوقع ان الحاجات دي المفروض تكون موجوده في الفورمولا شيت اصلا. المهم انت ال overall efficiency المفروض ان هي من 65 ل 85%، بعد كده combined efficiency دي من 70 ل 80 ايه في المية. خد بالك الفرق ما بين، انا هنا لما بقيت بتكلم انا هنا لو تلاحظ انا دخلت انا لو تلاحظ ان انا هنا من 80 ل، معلش انا اللي هناك ده كنت دخلت على الهاي ريت تريكلينج فلتر، خلينا احنا في الستاندرد ريت اتفقنا على حتة البي او دي صح؟ قلنا البي او دي ده بتاع الروسي وجه اللي داخل ماينس الخارج على اللي داخل، والكومبايند افشنسي زي ما اتفقنا هي عباره عن الجزئيه دي، فقلنا البي او دي افتر برايمري سيدمنتيشن تانك ماينس البي او دي افرنت على البي او دي افتر. الكلام ده بيكون من 80 ل 90% ومن 75 ل 80%. بعد كده الاي اللي هي قيمه الكومبايند افشنسي، في قانون بيربط الاي بالال. ايه ال ده؟ ال ده اللي احنا سائلينه من شويه اللي هو الالاوبل اورجانيك اي لود، يعني اذا نعرف نحسب الاي منه. جميل. بعد كده اخر حاجه في تشيكس ان الاو، في تشيك عندي ان الاوبل هيدروليك لود ده كيو ديزاين على السيرفس اريا ده بيكون من 1 ل 3 متر كيوب لكل متر سكويرد بير دي. ده كده انا خلصت الستاندرد ريت. الهاي ريت هو هو نفس كل الكلام في كل حاجه ما عدا كام حاجه مختلفه. ايه الفرق اصلا ما بين الهاي ريت والستاندرد ريت؟ الفرق ما بين الهاي ريت ان ده بيعمل ريموفال للمواد العضويه بطريقه اسرع، فنتيجة انه بيعمل ريموف المواد العضوية بطريقة اسرع بيبقى مسموح له بكمية مواد عضوية معينة تدخل للتانك نفسه. طب هل دي انا اقدر احققها ان انا اقول يعني ما ينفعش يدخل مواد عضوية اكتر من رقم كذا؟ طب دي احققها ازاي؟ قال لك ايه؟ قال لك انت بعد ما المية بتدخل وتدخل على التانك وبعد كده تروح الفاينل سيدلينج تانك بيحصل حاجة اسمها ريتيرن سيوج فلو، برجع المية اللي انا نضفتها واخلطها بالميه اللي داخله جديده بحيث ان انا اقلل كميه المواد العضويه اللي موجوده في الميه اللي هتدخل تاني من جديد. البروسيس دي حاجه اسمها ريسيركيليشن، ان انا بعمل دوره، ان انا المواد الميه اللي انا خرجتها اللي فيها مواد عضويه قليله جدا برجعها تاني اخلطها باللي فيها مواد عضويه كتيره اللي هي اللي هتدخل، بحيث ان انا اقلل المواد العضويه عن نسبه معينه عشان التانك ده ما يحصلوش اعطال. نفس الكلام هتحسب بي او دي افتر برايمري سيدمنتيشن تانك، التوتال اورجانيك لود ده كيو ديزاين في البي او دي افتر زائد كيو ار في البي او دي افلوينت.
دي الترم ده اتضاف. ايه كيو ار؟ دي حاجه اسمها كيو ريسيركليشن، بتساوي ار في كيو ديزاين. هقول لك الار دي دلوقتي هي عباره عن ايه. الكيو ديزاين احنا عارفينها في البيو دي افلونت، ده البيو دي اللي هو خارج خالص، ده انت عارفه. الالاوبل اورجانيك لود هنا بقى 320 ل 1000، هناك لو تفتكر كان من 80 لكام؟ كان من 80 ل 300. هنا الكباستي توتال اورجانيك لود على ال ال، والدبس من 1 ل 3، تعرف تحسب السيرفيس اريا، والسيرفيس اريا اقل من 40. نفس الكلام الاوفر اول افشنسي، بي او دي رو ماينس بي او دي اف بتاع البي او دي رو، دي تكون 65 ل 85. الكومبايند افشنسي نفس القانون بس ده من 70 ل 75. خد بالك بقى، عندي في حاجتين، عندي في حاجه اسمها ريسيركليشن فاكتور وريسيركليشن ريشيو. قال لك دول بتوع اللي هو حته ان انا برجع الميه اللي هي اللي حصل لها البي او دي بتاعها اللي ما فيهاش بي او دي اللي هي الميه النظيفه، برجعها واخلطها تاني مع الميه اللي داخله جديد. فقال لك الاف ده ريسيركليشن فاكتور، ده بيساوي 1 بلس الار على 1 بلس 0.1 الار، كل ده سكوير. ده اللي هو ايه الاف. الار ده ريسيركليشن ريشيو، دي المفروض هقول لك اجيبها ازاي. بعد كده الاي ده بيساوي ايه؟ ده القانون بتاع الاي ريليشن. ال ال ده الهيدروليك لود الالاوبل، والاف ده اللي هو ايه ريسيركليشن ايه فاكتور. بعد كده الالاوبل هيدروليك لودنج ده كيو ديزاين على السيرفيس اريا، هنا رقم بقى من 10 ل 30، هنا كان من 1 متر كيوب لكل متر سكوير بير دي. تعالى بقى ناخد مساله نفهم الدنيا دي. بيقول لك ايه؟ فور ا سيويج تريتمنت بلانت اوف ا ديلي كاباستي اوف 8400 متر كيوب. ده معناه ان بيقول لك ديلي كاباستي، احنا اتفقنا ان انا دايما ما بديكش الكاباستي اللي هي متر كيوب، انا بديك كيو، فده معناه ان دي كيو ديزاين وبتساوي 8400 متر كيوب بير ايه بير دي، ان هو بيقول لك هنا ديلي. ديترماين ذا نمبر اند ذا دايمنشن اوف ستاندرد ريت تريكلينج فلتر، يعني اذا انا عايزك تصمم ايه ستاندرد ريت تريكلينج فلتر. And final settling tanks. Final settling tanks دي اللي هي settling tank اللي هو primary sedimentation tank، وهو اسمه final sedimentation tank، وهو اسمه final settling tank. بيقول لك ان VOD بتاع الرو سيوج، يعني الرو سيوج يعني وليكن دي treatment plant، الرو سيوج اللي داخل ب 300، وان بيحصل removal في primary sedimentation ب 30%، في 30% بيروحوا في primary sedimentation. يعني اذا انا بيتبقى لما يحصل ريموفال ب 30% في البرايمري سيدمنتيشن، اذا في السكندري سيدمنتيشن بيتبقى كام؟ بيتبقى 70%. 70% من كام؟ من 300، صح؟ يبقى اذا ده بيساوي ايه؟ ده البي او دي افتر برايمري سيدمنتيشن تانك. بعد البرايمري سيدمنتيشن تانك بيتبقى 70% من 300 اللي داخلين، والاوفرول افشنسي وهنا مدركين 90%. تعال نشوف هنعمل. اول حاجه كيو ديزاين معاك البي او دي افتر برايمري سيدمنتيشن تانك، هو مديك الرقم هنا الروسي وجي كانت ب 300، بيحصل ريموفال ل 30% في البرايمري، يبقى اذا بيتبقى 70%، فقلت 300 في 70 على 100 اداني بي او دي افتر برايمري سيدمنتيشن تانك. بعد كده التوتال اورجانيك لود هو عباره عن كيو ديزاين في البي او دي افتر برايمري سيدمنتيشن تانك، ضربت الاثنين في بعض اداني التوتال اورجانيك لود. عملت اسيوم للالاوبل اورجانيك لود، عملت له اسيوم ب 150، ده كان رينجو من 80 لكام؟ ل 300. طب بعد كده الكباستي دي بتساوي التوتال اورجانيك لود على ال، التوتال اورجانيك لود اللي هو ده قسمته على ايه؟ ال ال. هنا المفروض انا مش ضارب في 1000، دي معلش دي غلطه، هنا 1764 المفروض دي 000 على ايه 150، دي جرام بي او دي بير دي ودي جرام بي او دي لكل متر كيوب بير دي، هما الاثنين نفس اليونتس. بعد كده عملت اسامبشن للدبس ان هو ب 2 متر كباستي على الدبس، نعرف نحسب السيرفيس اريا. السيرفيس اريا بتساوي ان باي فور 4 فاي سكوير، عملت اسامبشن للفاي ان هي ب 40 متر. من الكلام ده نعرف نجيب ايه كل مجهول عندك ال ان، نعرف نحسب ال ان، حسبت ال ان وعملت لها قربتها، نتيجه ان انا قربتها ارجع احسب الفاي الجديده نفس الستبس القديمه. عندي تشيك اول حاجه ايه الهيدروليك لود، الهيدروليك لود ده كيو ديزاين على السيرفيس اريا، كيو ديزاين معايا والسيرفيس اريا معايا، طلع لي 1.43، دي الرينج بتاعها من 1 ل 3، خلاص بقت سيف. بعد كده عندي حاجه الافشنسي، انا اصلا في السؤال ده محتاج ايه؟ السؤال ده انا محتاج نمبر اند دايمنشن بتاع الستاندرد ريت تريكلينج فلتر، خلاص طب انا جبت الدايمنشن وجبت الفاي، بحتاج ان انا اجيب البي او دي افلونت، البي او دي اللي هو اللي خارج منه. فالاي الكومبايند افشنسي بتساوي القانون ده
ال ال دي الالاوبل الاورجانيك لود اللي انا كنت فرضه. طب انا كنت فرضه هنا بكام؟ ب 150. خلاص عوضت في القانون ده دايركت وعوضت عندها ب 150، جبت الكومبايند افشنسي طلعت لي ب 85.27. طب الكومبايند افشنسي دي اصلا كان ليها رول ان هي بتساوي بي او دي افتر برايمري سيدمنتيشن تانك ماينس بي او دي افلوينت على بي او دي افتر. هعوض بالقانون البي او دي افتر برايمري سيدمنتيشن تانك دي معايا ال 210. طب دي جت منين؟ اللي هي جبتها في الاول 70% في 300. خلاص بقت دي 210 ودي 210، يبقى البي او دي افلوينت ده الوحيد اللي مجهول عندي وقدرت احسبه، ما فيهوش مشكله. بعد كده تاني جزء عايزك تصمم السيتلينج تانك. السيتلينج تانك هو البرايمري سيدمنتيشن تانك وهو الفاينل سيدمنتيشن تانك. ده نفس بقى الكلام اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده، انك هتقسم الريتنشن تايم ده بيكون من 2 ل 4 ساعات، خدته هنا ب 3 ساعات. تحسب الكباستي كيو في التي، الكيو ب 8400، التايم ب 3 ساعات قسمتها على 24 لان دي متر كيوب بر ايه؟ بر دي، فقسمتها على 24 عشان تبقى بر اور عشان هضربها في 3 ساعات. من الكلام ده الدنيا 1050 دي ان باي فور 45 سكويرد في الدبس. عملت اسامبشن للسيرفس لودنج ريت هنا من 25 ل 45، بعد كده منه اقدر احسب السيرفس اريا كيو ديزاين على السيرفس لودنج ريت، ده بالدي وده بالدي قسمت الاثنين على بعض اداني السيرفس اريا. لو خدت الكباستي قسمتها على السيرفس اريا اديك الدبس، جبت الدبس. الدبس ده كان من 3 ل 50 متر. بعد كده الفاي هنا كانت اصغر منها يساوي 35 متر، فرضتها ب 35 متر وجبت الان. الان هنا كانت المينيمم بتاعي ب 2 فخدتها ب 2. بعد كده رحت جايب الفاي الجديده. بعد كده عندي 2 تشيكس كان الفي هوريزونتال، يا دوبك هتعوض بالقانون كيو ديزاين على الان باي فاي على الاثنين في الدبس. بس خد بالك هنا من حاجه، ان الرقم ده متر كيوب ايه بير دي، وانا بشيك مع رقم انها تكون اصغر من 0.3 متر بير مينت، فلذلك قسمتها على 24 في 60 بحيث ان انا احول من دي لايه؟ لمينت. 24 احولها لاور و60 بقت ايه؟ بقت مينت. خلاص لقيت ان طلع لي 0.037 متر بير مينت، يبقى اذا هي اصغر من 0.3 يبقى سيف. تاني تشيك معايا كان الكيو ديزاين على ان باي فاي، عوضت بالكلام ده اداني ايه؟ 100.14. الرينج بتاعها كان من 150 الرينج بتاعها كان من 150 ل 600. طب الرقم ده المية ده دي اصغر من 150. خلاص كنا بنحتاج جزء نقفله من الوير، كنت بحتاج جزء معين من الوير ان انا اقفله، فقلت ايه خلاص نحسب الوير لينس. انا هنا المينيموم بتاعي 150، هسوي الكلام ده بال 150 احسب الوير لينس الاكشوال اللي انا محتاجه 2 باي 5 اداني 56 متر. طب خلاص عايز اعرف بقى ايه الجزء اللي انا هقفله ده قيمته ايه؟ اذا الاكشوال اللي انا محتاجه 56 متر وانا معايا 100 متر، فخلاص فقلت ال 100 ماينس ال 56 يبقى اذا ده الجزء ايه اللي انا محتاجه هقفله. نفس اللي انا كنت بقوله ايه قبل كده في البرايمري سيدمنتيشن تانك، عشان كده بعدي فيه بسرعه. تاني حاجه، تاني سؤال بيقول لك ديزاينز هاي ريت تريكلينج فلتر، عايزك تصمم هاي ريت تريكلينج فلتر فور ايه؟ فور سيوج تريتمنت بلان وذ ذا فولوينج داتا. اول حاجه مديك الافريج سيوج فلو ب 330000 متر كيوب بير دي، الريسيركيليشن ريشيو اللي هي الار مديك 1.2، مديك البي او دي بتاع الرو سيوج ب 600 ملي جرام بير لتر، والبيك فاكتور ب 2.2، ومديني البي او دي ريموفال افشنسي بتاع البرايمري تريتمنت ب 40%. عايزك تكالكوليت البي او دي افلوينت ان ايه؟ ان سيوج تريتمنت بلاند. بالراحه كده اول حاجه كيو ديزاين او كيو ماكسيمم هي البيك فاكتور في ايه؟ في كيو افريج. البيك فاكتور هو هنا مديلك ب 2.2، كيو افريج ايه ب 30000، ضربت الاثنين في بعض جبت كيو ديزاين او كيو ماكسيمم. بعد كده البي او دي ريموفال افشنسي بيقول لك ان الريموفال افشنسي ب 40%، يبقى اذا البي او دي اللي هيتبقى افتر البرايمري سيدمنتيشن دانك ب 60%، فقلت 60% في الرقم اداني بي او دي افتر. بعد كده عملت اسامبشن للكومبايند افشنسي، عملت اسامبشن ب 75 بحيث ان انا ايه اقدر احسب بي او دي افلوينت. فخلاص قلت 360 ماينس البي او دي افلوينت على 120، البي او دي افتر معايا والبي او دي افلوينت مش معايا، البي او دي افتر معايا كله، اذا كله معايا ما عدا ايه البي او دي افلوينت. من الكلام ده تعرف تحسب ايه قيمه البي او دي افلوينت. طب بعد ما حسبت البي او دي افلوينت هاجي اشيك على الاوفر اول افشنسي.
ال overall efficiency ال BOD raw sewage minus ال diffluent على ال BOD بتاع ال raw sewage. ال BOD بتاع ال raw sewage هو أصلا كان given في السؤال اللي هو بـ600، 600 minus effluent على 600 اداني 85، إذا within ال range. بعد كده أنا محتاج أحسب ال total organic load. ال total organic load ده هتلاحظ عشان تحسبه في ال QR، QR مش معايا، QR دي كانت اللي هي ال R في ال Q design، يبقى إذا محتاج أحسب ال R. مبدئيا هي ال F بتساوي 1 بلس ال R على 1 بلس O point، كل المجهول في ال equation دي ال R اللي هو ال recirculation ratio، ودي كانت given في أول السؤال، كان مدالك هنا ايه 1.2. من الكلام ده تعرف تحسب ال recirculation factor. طب بعد كده ال efficiency، ال efficiency هتحط القانون، كل ال F معاك اللي أنا لسه هحسبها، ال L بس هي ايه اللي مجهولة، وال L دي انا اصلا already combined efficiency انا كنت فارضها بـ75%، سويت الكلام ده بـ75، حسبت ال L اللي هو ايه ال allowable ايه organic load. انا حسبت ليه، طب ليه حسبت ال L؟ عشان اشيك هل ال allowable ده within ال range ولا لا. انت لو تفتكر ال range بتاعه كان من 320 لحد ايه لحد 1000 في ال ايه في ال high rate trickling filter. اذا خلاص، يبقى اذا ال assumption اللي انا عملت له، ال assume اللي انا عملته بتاع combined efficiency كده تمام، لان انا عملت اتنين check، واحد على overall efficiency وواحد على ايه على hydraulic load. بعد كده تعالى نحسب بقى total organic load، ده Q design في BOD after زائد ال QR في BOD effluent. ال Q design معايا، ال BOD after معايا، QR دي ال R في Q design، ال R معايا 1.2 في Q design معايا، في البيو دي افلوينت معايا، كل الكلام ده معاك. جبت رقم للتوتال اورجانيك لود، عشان اجيب الكاباسيتي بتساوي التوتال اورجانيك لود على ال، قسمت الاثنين على بعض جبت ايه الكاباسيتي. بعد كده عملت اسامبشن للدبس ان هو 1.5 متر. بعد كده السيرفيس اريا دي الكاباسيتي على الدبس، قسمت الاثنين على بعض جبت السيرفيس اريا. السيرفيس اريا دي ان باي اوفر 4 فاي سكوير، كل المجهول عندي هنا الفاي، عملت اسامبشن للفاي ان هي ب40. من الكلام ده ايه هحسب ال n، حسبت ال n وقربتها، ارجع احسب ايه الفاي من جديد، نفس الستبس القديمه. اخر حاجه بتعمل تشيك على هيدروليك لود ان ده كيو ديزاين زائد الكيو ار على السيرفيس اريا، كيو ديزاين معايا، الكيو ار دي عباره عن ال r في كيو ديزاين على السيرفيس اريا. الكلام ده حسبته، الرينج بتاعه من 10 ل 30، خلاص هو هنا طالع unsafe. يا دوبك انت هتكتب unsafe وبس، ما ترجعش تعيد الستبس تاني. وشكرا جدا لاستماعكم.